الله الرحمن الرحيم. فواز الشمري، رئيس تنفيذي لشركة أعمال الهاتف MBUZZ. الحمد لله رب العالمين. شركة MBUZZ موجودة في السوق من أكثر من 10 سنوات. تأسسنا في السعودية كسيستم انتجريتر، ننفذ مشاريع كبيرة في مجال الاتصالات، شغالين مع جميع شركات الاتصالات في السعودية. الحمد لله نفذنا مشاريع كبرى، القصور الملكية، مشاريع في مكة وفي الرياض في جدة، على جميع أنحاء المملكة. ولله الحمد، بسبب التغير في البزنس توسعنا السنوات الأخيرة. قبل سنتين سوينا خطة توسعية كبيرة، توسعنا على مستوى المناطق، فافتحنا فرع في دبلن يغطي أوروبا، وفتحنا فرع في المغرب يغطي شمال أفريقيا، وفتحنا فرع في دبي. وإن كان دبي ودول الخليج كانت تغطى من السعودية، ولكن فتحنا فرع علشان يكون منفصل عن دبي، عن السعودية إداريا. وكذلك من خطط التوسع اللي سويناها الانتقال من السيستم انتجريتر إلى الديستريبيوشن. فالحمد لله وفقنا بتوقيع اتفاقيات كبيرة مع فندرز كبار زي مايكرون وسوبر مايكرو وأسوس ولكسار وغيرهم على الانتربرايز ليفل. والحمد لله الديستريبيوشن له سنتين بس، ما شاء الله مستقبله كبير. كذلك بدينا كذلك في مشاريع الاي تي على موضوع الديتا سنتر والكلاود وغيرها والسايبر سكيورتي، والحمد لله يعني بدينا نشوف ثمارها يعني اسرع مما كنا نتوقع. وبما انه الاي تي والتليكوم قاعده تندمج مع بعض مع الوقت في التقنيه، فالحمد لله قاعدين نغطي مجالات اوسع. مشاركتنا في جاي تكس هذه السنه الثانيه، السنه الاولى كانت يعني تجربه بالنسبه لنا، والحمد لله شفنا اثارها الممتازه. لذلك الحمد لله السنه هذه توفقنا في مكان افضل من السابق واكبر. ولله الحمد السنه هذه كان جاي تكس مختلف، كنا نحضر من زمان كحضور لكن كاشتراك كذا السنة الثانية، فشفنا فرق كبير في عدد الزوار، في الاهتمام، ومتفائلين إن شاء الله في السنوات القادمة. ومع الـ 5G والتقنية في الشبكات الكبيرة والتوسع اللي صاير في المملكة، متفائلين في البزنس إن شاء الله على الربع الرابع وكذلك على السنة القادمة. وفي في الاشتراك مع شركات الاتصالات والمساهمة معهم في تنفيذ رؤية مملكتنا الغالية 2030. كذلك كشركة تقنية ولله الحمد حرصنا على توظيف الطاقات السعودية، فوظفنا مهندسينا يتدربون، نرسلهم للفندرز ويتعلمون عشان يكون الدعم الأول من عندنا في السعودية. وكذلك جزء منها نقل التقنية للبلد، وإن شاء الله مستمرين كذلك مع زيادة البزنس وزيادة المشاريع، مستمرين بتوظيف أبناء وبنات البلد بإذن الله. ونتطلع بعد الزيارات الحمد لله الكبيرة اللي حصلت لنا في جايتكس إلى توثيق العلاقات مع عملائنا وشركائنا اللي زارونا في جايتكس، وبناء علاقات تجارية أكبر وأوسع بإذن الله.